عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس، وهذا الحديث كما نرى هنا في البخاري: أتدري أين تذهب؟ أي الشمس يعني. قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فلا يؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. طبعا أيها الأحبة، هذا حديث عظيم يتعلق بشيئين. أولا، حديث يتعلق بعلم الغيب، وهذا الحديث لم يوجهه النبي للملحدين، ولم يقل لهم: أنا جئتكم بمعجزة وهي سجود الشمس تحت العرش، لأننا أصلا لا نعلم كيف تسجد الشمس، أمر غيبي، ولا نستطيع أن نرى العرش، أمر غيبي أيضا. وبالتالي الحديث كله يقع في منطقة علم الغيب. يأتي الملحد فيأخذ مثل هذه الأحاديث. دققوا معي أيها الأحبة، انتبهوا رجاء. الملحد ماذا يعمل حتى يشككك؟ هناك آلية للعمل. هذا الملحد لديه آلية يعمل وفقها. أنا الآن أريد أن أشكك لنفكر بعقلية الملحد فقط، لنفهم كيف تجري الأمور. إذا افترضنا أن هذا الشخص يريد أن يشكك المسلم بدينه، طيب هل يذهب إلى أحاديث تقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة؟ هل سيأتي بحديث يحرم الخمر؟ لن يأتي بحديث يحرم الخمر، لأن العلم أثبت أضرار الخمر فيتجنب هذه الأحاديث. طيب، هل يأتي بحديث نبوي يحث على مكارم الأخلاق؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، مثال يعني. لا نسمع هذا من الملحدين أبدا. طيب، هل يتحدث عن آيات الصدقة والزكاة والإنفاق والتي أثبت العلم فوائدها؟ لا يتحدثون. على فكرة هذا هو الإسلام، يعني الأحاديث التي تتعلق بعلم الغيب ليست عبادة نمارسها، ليست مثل الصلاة والصيام، هي أحاديث معلومات تزيد المؤمن إيمانا فقط، معلومة إضافية يعني، ويجب أن نؤمن بها إذا كنا نعتقد بصدق كلام الله وصدق كلام حبيبي عليه الصلاة والسلام. الملحد، أنا لم أشاهد ملحدا، على الرغم من أنني تابعت آلاف المقاطع الفيديوهات على الإنترنت، لم أجد ملحدا يتحدث ويقول إن النبي عليه الصلاة والسلام بالفعل وضع أساسا للطب الوقائي في الوقاية من فيروس كورونا مثلا، عندما أمر بعزل المرضى في حديث لا يريدن ممرض على مصح، وأمر بغسل اليدين باستمرار، أمر بالوضوء باستمرار كنظافة شخصية، أمر بعدم الدخول على بلد فيها طاعون أو الخروج منها، وهذا ما يسمى بالحجر الصحي. أنا لم أرى أحدا من غير المسلمين إلا البروفيسور كريغ، عالم النفس بعلم الاجتماع في جامعة رايس الأمريكية، تحدثنا عنه. هذا الرجل قال إن محمدا هو أول رجل يضع أساسا علميا للوقاية من كوفيد 19 في مقالة نشرت على مجلة نيوزويك، ثم نشرت مقالة أخرى على موقع
على مجلة ABC الإسبانية معروفة. وهؤلاء ليسوا ملحدين مؤمنين، ولكن البروفيسور كريغ هو مسيحي كاثوليكي يصنف نفسه هكذا. طب الملحد لا يتحدث عن هذا الإعجاز النبوي، الملحد لا يتحدث عن الأوامر التي أمرنا بها النبي أن نساعد الآخرين، أن نقدم المعونة للآخرين، أن نتصدق على الآخرين، بل نفى الإيمان عن إنسان جاره جائع وهو يعلم. ما آمن من بات وجاره جائع إلى جواره وهو يعلم، ما آمن. لم أسمع ملحدا يتحدث بهذه الأخلاق العالية التي جاء بها الإسلام، لم أسمع ملحدا يتلو آية تقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. لم أسمع ملحدا يقرأ هذه الآية. أكثر من 6000 آية في القرآن لم أسمع ملحدا يقرأ منها شيئا. هم يقرؤون اقتلوا المشركين كلمتين، لا يقرأ ما قبلها وما بعدها، اقتلوا المشركين فقط. الإسلام دين إرهاب. طيب أي مشركين؟ وما مناسبة هذه الآيات؟ وما طيب اقرأ ماذا جاء بعدها، حيث يقول سبحانه وتعالى عن المشركين أنهم وهم بدأوكم أول مرة، نقول لك يعني فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. إنسان يهجم عليك اقتله، أما أن تقول لا تقربوا الصلاة وتسكت، لا، ينبغي أن تكمل تقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. طيب كل هذه الآيات 6000 آية، أنا أتحدى أن يأتي ملحد ليذكر آية منها. هي فقط مجموعة من الآيات، اقتلوا المشركين، قصة زواج النبي عليه الصلاة والسلام بزينب، قصة زواجه بصفية. طبعا هم يشوهون، يأخذون روايات مشوهة ومزورة، القرآن ليس لم يجدوا فيه شيء فيلجأوا إلى التاريخ المزور. زواج النبي عليه الصلاة والسلام من عائشة، ولو كان زواجه يخالف الأعراف والتقاليد لانتقده المشركون في ذلك الوقت. يعني لا ينتظر هؤلاء المشككين 1400 سنة حتى يأتي اليوم مشكك لينتقد النبي في تصرف قبل 1400 سنة. هم يأتون لهذه الأشياء بالإضافة للأحاديث الغيبية، الأحاديث التي تتحدث عن علم الغيب. مثلا إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، عن رمي الشهب للشياطين وحفظناها من كل شيطان مارد، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. أولا نحن لا نرى الشياطين، إذن هذه الآية غيبية، كل آية فيها شيء غير مرئي هي آية غيبية. يعني مثلا وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم، يأتي شخص يقول لك القرآن غير صحيح لأن العلم لم يثبت وجود ملائكة. طب هل هذا منطق نتحدث به؟ يعني أنا أستدل على صدق القرآن بالمعمل بالمخبر، أستدل على وجود الله بالمخبر، يعني هذا الكلام غير منطقي. إذن أثبت لي وجود الروح، أنا كيف أتحرك الآن؟ ما الذي يحركني؟ ما الذي يجعل القلب ينبض هكذا؟ ما الذي يجعل الحركة الخلوية هذه، السائل الخلوي، حركة السيتوبلازمية هذه في الخلايا، لماذا تتحرك؟ طيب ما الذي يجعل الخلية تنقسم؟ أنا الآن كل في جسدي كل ثانية هناك ملايين الخلايا تموت ويخلق غيرها، طيب كيف يحدث ذلك؟ لا يستطيع العلم اليوم أن يعلم ما هي الآلية التي تسبب ذلك. طيب هل هذا دليل على أن
الحياة غير موجودة؟ لا، الحياة موجودة والروح موجودة، ولكن إذا كان علمنا قليلا كما قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا كانت معلوماتك قليلة لا تنكر الروح، لا تنكر وجود الله، لا تنكر الملائكة، لا تنكر الشياطين، لا تنكر سجود الشمس. أنت أصلا الشمس، كل معلوماتنا عن الشمس هي أنها نجم تحدث فيه تفاعلات نووية اندماجية بين ذرتي هيدروجين، ذرات هيدروجين تندمج وتتحول إلى ذرات هيليوم وتطلق كميات هائلة من الحرارة والطاقة وأشعة جاما وأشعة كذا 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 إلى آخره. هذا كل ما نعرفه عن الشمس. أما لو سألتك ما الذي يجعل الشمس تقوم بهذا العمل، العلم لا يستطيع أن يجيب. ما الذي يجعل يعني ذرة الماء تتألف من أكسجين وهيدروجين؟ طب ما الذي يجعل هذه الذرات متماسكة؟ لا يعلمون. إذن هل هذا دليل إذا كنا نجهل أن الشيء غير موجود؟ لا. لذلك أيها الأحبة، الشمس والنجوم تسجد. الله تبارك وتعالى قال: والنجم والشجر يسجدان. النجم يسجد والشمس هي نجم، إذن هذا بنص القرآن أن الشمس تسجد لأنها نجم من النجوم. سجود الشمس والله أعلم هو التزامها بالقوانين التي فطرها الله عليها. أما أنت أيها الملحد فأنت لم تلتزم بالقوانين التي أمرك الله بها. لماذا؟ لأنك غير مجبر، مخير. أمرك أن تؤمن بالله، خالفت هذا القانون. أمرك ألا تشرب الخمر، خالفت هذا القانون. أمرك أن لا تزني أو لا تروج للفاحشة، خالفت هذا القانون. إذن الإنسان هو الوحيد الذي ظلم نفسه وخالف القوانين التي وضعها الله، بينما الشمس لم تخالف القوانين، النجم لا يخالف، الشجر لا يخالف. يعني شجرة النخيل لا تعطي ثمرة أخرى، لا تخالف القوانين المبرمجة عليها، تعطي تمر، لا تعطي مثلا فاكهة أخرى. الشمس لها درجة حرارة محددة ونظام محدد وسرعة محددة وإضاءة محددة وكمية إشعاع محددة، تعمل بأمر ربها لا تخالف. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، طبعا والشمس من ضمن من عرض عليهم هذه الأمانة، عرضت عليهم هذه الأمانة، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذن الشمس أيها الأحبة تسجد من خلال التزامها بالقانون الذي ألزمها الله به، وسجودها دائم أيها الأحبة، لأنها في كل لحظة، كل لحظة هناك غروب للشمس، غروب وشروق، لأن الأرض عندما تدور الشمس حقيقة تتحرك مع المجرة، تتحرك حول مركز المجرة وتتحرك الأرض معها، ولكن بسبب دوران الأرض فإن هذه الشمس تشرق من الشرق وتغرب من الغرب، وهي في حالة سجود دائم. دعوني فقط أعرض الحديث من جديد أيها الأحبة لفقط يكون كلامنا واضحا. أولا الحديث موجه لسيدنا أبي ذر، وحديث يتعلق بعلم الغيب. لماذا؟ يتعلق بشيئين: سجود الشمس وبعرش الرحمن. عرش الرحمن نحن لا نستطيع رؤيته ولا وغير خاضع للتجربة المادية. يعني إذا جاء شخص وقال لك أثبت لي أين هذا العرش، نحن نتصور أن العرش كأنه كرسي هكذا معلق بحجم الأرض أو بحجم الشمس. لا، الله تعالى يقول: وسع كرسيه السماوات والأرض. يعني ما هي أبعد مجرة؟ أبعد مجرة الآن مكتشفة بحدود
تبعد عنا يعني عن الأرض 13 مليار سنة ضوئية، والسنة الضوئية تساوي 9.5 مليون كيلومتر. اضرب 9.5 مليون ضرب 13 مليار، ستحصل على عدد الكيلومترات التي تفصلك عن أبعد مجرة. ستجد أنك أمام مليارات المليارات من الكيلومترات. كل هذه المسافة هي نقطة صغيرة أمام عرش الرحمن. إذن الشمس ضمنيا هي والكون كله موجودة ضمن عرش الرحمن، لأن عرش الرحمن وسع كرسيه السماوات والأرض. السماوات، والنبي أوضح لنا في مثال رائع، قال ما الكون أو ما السماوات والأرض إلا كحلقة في فلات، حلقة صغيرة. تصور أنك في صحراء كبيرة وتبحث عن خاتم، في صحراء كبيرة تمتد لآلاف الكيلومترات وتبحث عن خاتم. ضيعت خاتم في صحراء مثلا، هل يمكن أن تجده؟ الكون هو هذا الخاتم الصغير، هذه الحلقة الصغيرة. اعتبر أن هذه مرمية في صحراء كبيرة، هذا هو الكون بالنسبة لكرسي الرحمن. وكرسي الله عز وجل أيضا كحلقة صغيرة أمام العرش. ربما هناك مليارات الأكوان نحن لا نعلم أحبتي في الله، ربما هناك مخلوقات خارج الكون لا يعلمها إلا الله. إذن هذه الشمس ستتحول إلى ذرة أمام عرش الرحمن، وبالتالي كلنا تحت عرش الرحمن. فهذه الشمس تسجد تحت العرش، أي تلتزم بالقوانين التي قضاها الله عليها من حركة وحرارة وضوء، لا تخالف ذلك لأن الناس ستموت. تخيلوا أن الشمس مثلا في يوم من الأيام لو كانت مثل البشر تقول أنا لن أعمل غدا مثلا، أنا غدا لن أعمل، سأخذ إجازة، ما الذي سيحدث بالأرض؟ ستتجمد الأرض، تتجمد أيها الأحبة. إذا الشمس اختفت فجأة تتجمد الحياة على ظهرها. فمن رحمة الله بنا أنه ألزم الشمس بهذا السجود أو هذا الالتزام بالقوانين. طيب، سيبقى هذا النظام قائما، أنا هكذا أفهم الحديث. طبعا الملحد حر يريد أن يفهمه أنه خزعبلات وكلام فارغ وأساطير، أنت حر، ولكن أنا أتحدث بشكل علمي وأستخدم عقلي وأفهم الحديث هكذا. أنا أفهم أن الشمس لها قوانين ثابتة تلتزم بها، وهذا هو سجودها، حتى يأتي يوم يختل هذا القانون لسبب ما، لا يسمح الله لها بممارسة هذا القانون. مثال على ذلك أيها الأحبة، أنتم تعلمون أن الثقوب السوداء هي مخلوقات عظيمة جدا. هناك ثقوب سوداء في الكون تبلغ كتلتها أو وزنها أكبر من الشمس بمليارات المرات، مليارات، تصوروا. فهذا الثقب الأسود عندما يقترب من الأرض مثلا عند مسافة معينة يغير نسيج الزمان والمكان، يؤثر على نسيج الزمان والمكان الذي تسبح عبره الأرض والشمس والمجموعة الشمسية. يمكن أن يحدث تباطؤا في دوران الأرض، لأن الأرض عندما تدور هي تخضع لقوة الجاذبية، جاذبية الشمس، لأن الشمس أكبر من الأرض بأكثر من مليون مرة، فجاذبيتها قوية جدا على الأرض. هذا الثقب الأسود إذا اقترب من الأرض، ليس اقترب يعني بقربنا، لا، يبعد كثيرا، ولكن تأثير جاذبيته، لأن جاذبية الثقوب السوداء حتى الضوء لا تسمح له بالمغادرة، جاذبية هائلة جدا. يعني إذا اقتربت من الشمس يمكن أن تفتت الشمس وتجذبها
وتتحول الشمس إلى ما يشبه إعصار، تصبح على شكل إعصار، يبتلعه هذا الثقب الأسود، تكنس الأجسام، تكنس الكون، لذلك تسمى مقابر كونية أو مكانس كونية. لذلك الله تعالى قال: فلا أقسم بالخنس، خنس لا ترى، الوسواس الخناس الذي لا يرى وهو الشيطان، الجوار الكنس، تسير بسرعة كبيرة وتكنس، تشفط، تجذب إليها كل شيء. أنا أعطيكم احتمال، يعني إذا اقترب ثقب أسود من الأرض سيغير قوانين الجاذبية التي استقرت عليها الشمس لملايين أو مليارات السنين، وبالتالي ستحدث خللا في نسيج الزمكان أو الزمان والمكان من حولنا، وبطريقة معينة يمكن أن تتباطأ حركة الأرض. تباطؤ حركة الأرض إلى الصفر، ومن ثم يحدث انعكاس في حركة هذه الأرض، فتظهر الشمس وكأنها من مغربها. في هذه اللحظة النبي قال لا يؤذن لها. ما معنى لا يؤذن لها؟ يعني لا يؤذن بأن تمارس هذه القوانين التي هي التزمت بها. الشمس تسجد أي تلتزم بالقوانين، قانون الجاذبية مثلا. عندما لا يؤذن لها تتوقف هذه القوانين أو تتغير. تغير القوانين يغير حركة الأرض وسرعة دوران الأرض واتجاه دوران الأرض، وتنعكس حركة الأرض طبعا عبر زمن، ليس فجأة يعني، ولكن أنا ليس لدي دراسات علمية أو أرقام حتى أقدمها. أنا أقدم لكم تصورا كيف يمكن أن أفهم الحديث من الناحية العلمية. من الناحية العلمية هذا الأمر منطقي جدا، وأنا لو كان لدي مثلا، لو كان لدي وقت كان من الممكن أن أقوم بحسابات بدقة، والزمن اللازم لإيقاف دوران الأرض وعكس حركتها، وحجم الثقب الأسود والمسافة بيننا وبينه اللازمة لفعل ذلك، ولكن هذا أمر أنا لا يهمني لأنني لست متخصص في الفيزياء ولا في الفلك، ولكن أنا أعلم يقينا أن هذا الأمر يمكن أن يحدث، وتختل حركة القمر حتى، يمكن أن القمر إذا اختلت حركة القمر يمكن أن يقترب من الشمس أكثر، ويتحقق قوله تعالى وجمع الشمس والقمر. إذن هذا الحديث أيها الأحبة، كيف أنا كمؤمن أفهم هذا الحديث؟ أنا أقول إن هذا الحديث ليس فيه شبهة، ونتحدى أن يخالف حقيقة علمية. كيف يخالف حقيقة علمية ونحن لم نعرف طبيعة سجود الشمس، ولا نستطيع أن نقيس ما هو العرش، أين العرش؟ لا نستطيع. إذن هذا لا تستطيع أن تقول يخالف حقيقة علمية.